ديالي 5 سنين وانا داخل دابا وانا كنكافح هادشي. ديالي هو انه عندي فشل قصور كلوي وكنعاني من فشل كلوي مده 5 سنين دابا، وكندير دياليز 3 مرات في السمانه لمده 4 سوايع كل حصه. 4 سوايع خص تخشي لك البره وتحيدها، وملي كتقرب تالي الحصه كتخرج عيان في كلافي بليس انك ما قادرش دير بزاف ديال الحوايج. ولكن انا كنمشي كتبعني الخدمه خصني نمشي ليها، وخا عيان بحال هكاك ولكن عندي ما ندير بزاف ديال الحوايج. ملي مرت ما بقيتش كنقدر نديرهم، مثلا ما كنسافرش بزاف، ما كناكلش داكشي اللي بغيت، الماء ما خصنيش نشربو بزاف باش ما يعمرش القلب بالماء، حتى ما كنبقاش نتنفس. انا مريض، كاين الناس ما كيعتبروني بحال انا ماشي مريض، كيعاملوني عادي. ومنها انه ولو انني هضرت على هذا الشيء حتى عرفت بانه العديد من الناس بحالي انا شخصيا كيعانيوا من هذا المرض هذا، وكاين اللي يلاه كيعاني منه دابا وكيجي صعيب شويه باش انه يتعايش معه. فانا كنحاول نعطي واحد شويه ديال الطاقه ايجابيه باش انه يحاول يتعايش مع ذاك المرض، يحب حتى ربي يفرجها عليه شي نهار ولا يفرجها عليها يا ربي. حل مشوه الدياليز هو حل مؤقت، الدياليز حل مؤقت لانه خصك تقلب على البديل. البديل هو انه خصك تزرع كلى، ولكن مع كذلك للاسف ما عندناش متبرعين بعد الممات هنا في المغرب، حيت كل واحد وعنده النظره ديالو في التبرع بالاعضاء هنا في المغرب. كاين اللي كيقول لك حلال، كاين اللي كيقول لك حرام، دونك كل واحد وكيفاش كيقولها.